كوتش، اول مباراه من دون جوليان خزوع، كيف شفت الاول مباراه بالبلاي اوف وانتصارك فريق 15 على الفريق الهومنتمن؟ هلا نحن عم الشوك كان مبين واضح، الشوك المعنوي على كل الفريق، ومشان هيك شفنا انه الفريق مأثر بغياب، مأثر كتير معنويا وفنيا بغياب اوكي، فمشان هيك اللي عم نقوله انه غياب جوليان كان شوك كتير كبير، واللي بدنا نعمله بدنا نعمل انه ننسى هذا الموضوع ونشتغل على اللي عنا، ونشتغل دفاع وهجوم، نشتغل دفاع وهجوم مظبوط مثل ما لازم حتى نقطع البلاي اوف ونبلش نبني نرجع الستابيليتي اللي نحن بحاجه لها. قد ايه اثرت عليكم اليوم مستوى تيريل ستوغلاند؟ قد ايه كان قرار جريء سحبه اخر 6 دقائق من المباراه؟ تيريل اكثر واحد مأثر عليه غياب جوليان، لانه بحبه كثير لجوليان ومعود يلعب هو وياه، اضطريت اسحبه لانه اوت اوف فوكس كان، بس ان شاء الله ان الله راد بيصير منيح بالجيم 2 بيعطينا المستوى اللي نحن بدنا اياه منه لتيريل. والحديث عن جيم 2، كيف التحضيرات هلا لمباراه الاحد؟ رح يكون جيم 2 في احترام كثير كبير، لانه الهومنتمن رح يلعبوا ظهرهم للحياه وعارفين شو اهميته، تنجرب ننزل ونربح الجيم تحت بمزهير، لانه كثير مهم الجيم 2 لنا نحن حتى نحط الضغط تبعنا ونجرب نروح على الفاينل فور باحسن طريقه. وكوتشو 3-1 للهومنتمن، انت ككوتش فاضل وشاره شو بتقول الكلوجر للسيريز؟ هلا انا ما بحكي، بحكي جيم باي جيم. وقد ايه اليوم كان مستوى الي ستيفان مأثر على عودته لمستواه الطبيعي؟ الي عم بيلعب له شهر، عم بيتمرن كثير منيح وعم بيفوكس كثير منيح، وما ننسى انه كمان اصابه الي ريستوم كان عندنا، الي وصل على البيك تبعه كمان، ان شاء الله جيم باي جيم بيصير بالمستوى اللي بدنا اياه. والحديث عن اصابه الي ريستوم، قد ايه بده ليرجع على مستواه 100%؟ هلا بلش، يعني بلش عم بيتمرن فول براكتسز وكذا، بعتقد انه بعد سيريل البلاي اوف بيصير جاهز. اوكي، ميرسي كثير كوتش. ثانك يو.